على المستوى الوطني، أول عملية جراحية لزرع الكبد كانت قد أجريت خلال شهر نوفمبر الماضي وكللت بالنجاح. العملية تمت بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والمستفيد منها في حالة صحية جيدة بعد أن أمضى أكثر من شهرين تحت المراقبة الطبية. ريبورتاج أمين هناوي وأحمد الحمري. الصور ترجع اليوم 17 نوفمبر الماضي عند إجراء عملية زراعة للكبد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد لمريض في الثلاثينيات من عمره. اليوم وبعد شهرين من العملية الجراحية الأولى من نوعها بالمغرب وبعد مراقبة طبية مستمرة، يستعد هذا المريض لمغادرة أسوار المستشفى وممارسة حياته بشكل عادي والرجوع إلى كنف أسرته. الحمد لله على الشكر لله، كل شيء داز بخير وعلى خير. تمنينا من الله هادشي اللي جا من عند الله، هو تشافينا منه. الله يرحم لكم، الله يرحم والدين الناس اللي نوقفوا معنا. هاد العملية كتزيد تحفزنا أكثر وكتأكد بأنه الطاقم الطبي في المغرب وصل لواحد المستوى عالي، لأنه في زراعة الأعضاء كتجي زراعة الكبد من أصعب العمليات. والحمد لله هاد العملية تقامت أول مرة عندنا في المغرب، هي باءت الحمد لله بالنجاح. طاقم قسم الجراحة يجتمع هنا لتدارس نجاح هذه العملية الجراحية الرائدة بالمغرب والعالم العربي، والتي ستفتح باب الأمل لآلاف المصابين بأمراض الكبد. احنا كنفتخروا بها والمغرب خصو يفتخر بها. هذه العمليه الحمد لله تكلت بالنجاح، واليوم تجمعنا باش نقوموا هذا العمل اللي دار على هذه العمليه هذه. لذلك جمعنا الناس كلها اللي خدموا اللي عاونونا باش هذه العمليه تنجح، وباش المريض اليوم غادي يخرج لدارو. هذه العمليه كتطلب تمارين كنا قمنا بها في فرنسا لعده سنوات، وكتطلب واحد العمل من ناحيه الانعاش. كانت الامكانيات موجوده بمشاركه جميع المصالح الطبيه ديال المستشفى ابن رشد. نجاح مثل هذه العمليات يرتبط أيضا بتطور مجال التبرع بالأعضاء، حتى تكتب للمرضى والمصابين حياة جديدة وترسم على محياهم ابتسامة الأمل والمستقبل المشرق.